السلام عليكم اخوتي، تحياتي للجميع من اول القائمه الاخيره، ومرحبا بكم اخوتي. فيديو جديد، حطوا لنا السي حسن خنطر في القناه ديالو تغريد تحسون المراكشي الاصيل. الرابط ديال القناه غتلقاوه في الوصف. كنتمنى من كل شيء يتابون معاه ويدخل يدخل عنده، راه كاين ما يدار عنده فلاشين ديالو، وكاين ما يدار وكاين معلومات قيمه حول التغريد الوداني. بالنسبه للفيديو الاخر اللي حط لينا ديال السي خالد سليم، جزاه الله خيرا، كيدوي على الاوكار ديال مراكش وكيدوي على التغريد بصفه عامه، التغريد مراكش وكيفاش كيفاش غنقوموا بالتلقين ديال الطويرات ان شاء الله، كيفاش غنقوموا ب كنخربق انا. المهم تحياتي للجميع، راه ما وجدت ما والو، فيديو بالي جديد دخلت نرياكت عليه. المهم في العنوان كاتب طائر حسون، موضوع شامل حول التغريد الوداني الاصيل. المهم ندخلو نتفرجو ونتسنتو جميع ان شاء الله ونستافدو جميع. وكما قلت لكم في الاول، القناه راه تلقاوها في الوصف، كلشي يدخل عند السي حسن. القناه ديالو تغريد حسون مراكش اصيل، راه كاين ما يدار وكاين معلومات قيمه وكاين اشرطه تما اللي في المستوى اللي هي اصيله، اللي ما محرفه ما حتى شي حاجه. اللي بغى الاصاله ديال التغريد مراكشي يدخل هاد القناة، راه كاين أشرطة في المستوى. وكنتمنى كلشي يكون بخير وعواشركم مبروكة، ونبداو على بركة الله. عالم مسمى طائر الحسون اسم عالمي، انه اسم كي تنقول اسم عالم مسمى، لانه واحد الطائر اللي كيف سبقت قلت في عدة مواقيع ومجموعات لقاءات بانه طائر يحسن كلام الطيور. ملي تنقولوا كلام الطيور، وكلام الطيور هو ملي تنقولوا الاساسيده الخلا، الاساسيده اللي على راسهم ام الحسنيه الحسناء ام كلثوم الخلا، هي الحسنيه اللي تتبعها نعم سيدي اليطرق، تتبعها الحداد. ومي تنقول الاخوان اليطرق، ربما اليطرق تبارك الله. هنا الاخوان في الصوره كما كتشوفوا، كاين هنايا خالد سليم، هذا هو خالد سليم جدار كبير ديال مراكش، انس مقدم. الناس ما كيعرفوش بزاف تاع الناس سولوني على انس مقدم، هذا هو انس مقدم. هنايا اسامه، هذا السيد اسمح لي ما بين شاف التصوير مزيان ما عرفتوش. المهم اخوان اللي كيعرفوا خلي لي في التعليق شكون هو. تحياتي للجميع. خليك انت توجد حصة الأسد عندها في كلام الحسن، علاش؟ لأنه ملي تدخلوا للمدينة تلقاو اليطرق في السطحان، في شي عرس صغيرة تلقى اليطرق، كذلك الجوج بحال بحال الجوج، ولكن ملي تنهضر هذا هو خالد سليم الإشارة، ملقب خالد قحيلة. تحياتي للجميع. موضوع على مثلا نقولوا شي طائر الحسون وكلامه، تنسبوا لليطروق، تنسبوا للحداد، تنسبوا للحسنيه. فهاد الطويرات هادو الاخوان، هادو الطويرات اللي تنقولوا الخادم الجنان، هادو تنقولوا عندهم الخرازات الرئيسيه والخرازات اللي تنقولوا اللي في المستوى العالي. عاد كاينين الطويرات اللي تتلقن منهم تعاد تبعد اللعيبات، تنقولوا القبعه، تنقولوا البوح، تنقولوا الجورج، تنقولوا فانه اي طير الاخوان، والا طائر الحسون تيرقت منه تبتبيتا بالاسم تاعو تيحسن تبتبيتا. تنقولوا لي تبتبيتا في سبيل المثال براتيتي بحال هكا، هي تبتبيتا هو تيقول براتيتي براتيتي براتيتي، يقول اربعه خمسه تيحسن يحسن الكلام، لهذا يسمى بطائر الحسون الذي يحسن الكلام. وطائر الحسون الاخوان سبحان الله العظيم دائما طويرات تيكونوا على المحيط، دائما ملي تنبغي نشرحوا بعض الطيور ولا نتصنتوا بعض الطيور تنحاولوا نشرحوهم، ما نفوتوش دوك الطويرات اللي تعيش معاهم هذاك الطير. بعض الاخوان انا تنحييهم لانه
النقاش في طائر الحسون كي تنقولوا باش تعمل فائده وباش تدخل تناقش فيه تيخصك تكون في واحد المستوى عالي. وتنحيي الاخوه اللي تيدخل تيتناقشوا تيهضروا في طائر الحسون كي تنقولوا باش يكون النقاش متبادل. يقول الانسان واحد الكلمه يقدر يغلط فيها يدخل واحد عنده معلومه عليها صحيحه يقدر يصلحها عليه. ودائما تنقولوا الكمال لله والانسان في الدنيا الاخوان تيتعلم. المهم هنايا الخوت كما كيقول لكم السي خالد انه الانسان يقدر يكون غلط يقدر يكون فهمتيني داكشي علاش خاص يكون الحوار. والحوار اذا كان شي واحد باغي يعطي واحد مناقشه ولا يعطي واحد الدرس فهمتيني خاص يكون عنده واحد الكفاءه وخاص يكون عنده واحد التجربه في المجال ديال الطويرات وخصوصا في التغاريد وخاص يكون عنده حتى هو فهمتيني خاص واحد كيفاش غنقول اش كنخربق انا المهم وديوش عليا. المهم خاص يكون عنده واحد الروح ديال يتقبل واحد الراي ديال واحد شخص اخر فهمتيني. المهم مشاو لي الافكار لا يا تي جميل. المهم كما بغيت نقول خاص يكون يتصنط هو وخا يكون هو اللي كيعطي الدرس يكون كيتصنط يقدر يجي شي واحد يعطي واحد المعلومه اللي قد هو اصلا يستافد منها. حنا كاملين هنايا كنستافدوا كنتعلموا شي كيتعلم من شي فهمتيني شي كيتعلم من شي. وبالنسبه لخالد سليم راه جدر وعنده درايه بالاوكار المراكشيه احسن مني انا واحسن بزاف تاع الناس فهمتيني. ولكن انت تقدر تكون عندي واحد الفكره اللي نقدر نوصلها ليه فهمتي ويقد يتقبلها فهمتيني. ولا كان شي معارضه فهمتيني يقد حتى هو يفسر لك علاش ماشي غير عارضك وصافي ماشي غير معارضه اني غنعارض واحد الشخص نقول ليه لا ما تقولش لي التغريد كذا وكذا وبلي نقول لك عطيني شي حاجه من عندك حتى باش نستافد منها تبقى ساكت فهمتيني. الا كنت غنجاوب واحد السيد خاصني فهمتي خاص يكون واحد الحوار بيناتنا. المهم نكملوا وما تديوش عليا الا كنت كنقول شي حاجه ماشي هذيك ما تديوش غير موجد ما والو. الكمال لله والانسان الكمال لله يتعلم لانه الاخوه اللي تنقولوا غير غادي يمشي في سبيل المثال غير الكبيرات كبيرات لا ولا ولا غادي نمشي قول لي سيتي تربي بابا عليه دبر لي كبيرات كبيرات ولا 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 وتشاه غير هذا الخريج هذا الخريج هذا ملي ترجعوا للتاريخ تلقاو الاخوه راه مسمي في 45 في الربعينات مسمي داميلود الله يرحمه الله يرحمه ويسع عليه اسمنا هذه الطويرات هذا راه افضل الحق الله يجزي له من الزنا في هذه العواشر الاخوان داميلود الاخوان مات تبارك الله عمره 76 عام 96 97 عام كسب الطويرات مع اليهود في الملاح عنده العام سيدي 12 عام الله يرحمه تيعاود ليا اكبر بعدين وتيعاود لنا مسكين كان صديق تاعنا. المهم الاخوان داميلود الحوار هو هذا غنمشيو ليه نوري لكم الجنه ونرجعوا وحنا بدينا هذا هو داميلود القهيوار هذا هو داميلود القهيوار الاخوان اللي ما كيعرفوش الله يرحمه ويسع عليه. انه هاد السميت اللي سمينا فوقتنا في الطويرات اللي كتبنا وصيدنا وسمينا هاد الاسماء سبيل المثال ستي ولي وبراتيتي وأماتيتي هاد الأسماء هادو راه مشينا على كي تنقولو هما اللي عطاونا راس الخيط يعني ما غاديش ننكرو هادشي كيف ما غاديش ينكرو جميع المدن المغربية على راس الخيط اللي عطاوه لمراكش لجميع المدن المغربية ولا الناس اللي خارج مدينة المغرب هاد الكم الهائل تاع الأشرطة وتاع الطويرات اللي الحمد لله دابا أي مدينة مشيتي ليها وإلا تتسمع الطويرات تنقولوا هذا الكلام كتنقولوا تاع مراكش ولو جميع المدن المغربيه سجلوا ولا صيدوا ولكن ما احتفظوش كي تنقولوا ما جابوش واحد الثقافه كي تنقولوا تعد ربما ما تعد اللي تيتقالوا اللي تيتداولوا ملي تنبدا تنهضروا حنا على التعد تنقولوا قعريو شتي قعريو بير تيبات بير قل لي تنتكريب بيو مارسي بريو تك 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 ري
بقعي بقعي بيو. عاد كاينين الاخوان تاع الكلاسيكيين اللي ما غادي نهضر عليهم في التحكيم، غادي نهضر عليهم في البريم، وكاينين تعد ما معنى الكلاسيكيين. اخوان اللي في الصوره دابا قدامكم هو مولاي العربي خليفه الله يرحمه ويسع عليه، من الناس كنتمنى كلشي بدا يترحم عليه، الناس اللي وثقوا تغاريد مراكشيه فواحد الوقيته اللي ما كانش الناس كتسجل، هاد السيد سجل معظم ديال الطويرات اللي كاين في مراكش الله يرحمه ويسع عليه. الكلاسيكيين وين تمشيو فين تكريبيو تمشيو مارشي بريو تمشيو تقتل البيت تمشيو للزقعي ترى 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 تقعريو قعريو فيقعيو قاع. كاينين تاع الكلاسيكيين هادو كي تنقول ما تيتقالوش في جميع المدن ولا في جميع الجنانات ولا، وكاينين تاع اللي تنقولو تاع العاديين بحال تاك تاك تقدر تلقاها في جميع الاوقات بي 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 وتقدر تلقاها في جميع الاوقات بي بي وغادي تلقاها. المهم الاخوان اللي تيفهموا وطائل الحسون عندهم مع طائل الحسون الثقافه المراكشيه كي تنقولوا تنقولوا طوير فلان تنقولوا تمشيو البلقه هذه الطويره الطويره تنقولوا سيدي محمد الربط صحي لي من هذا المنبر تنقولوا نعم سيدي مرتي الاستاذ تحيه من هذا المنبر تمشيو جناح سرع تنقولوا نعم سيدي سيدي احمد يرحم الله يرحمه. كاينين ناس كتبات الطويرات وما دخلات ما تعرفاتش كتبوا طويرات وما تسجلوش، كاينين بزاف الاخوان كتبوا طويرات وما تسجلوش الاخوان ما زوزوا طويرات ولكن ما عندهمش الحظ يتسجلوا. هي هو دابا تنهضروا على الثقافات كاين باميلو تبارك الله طويرات راه غاني على التعريف اخرهم هو ذاك اللي دا سيدي محمد تيسنت الله يرحمه اللي تيقول الكحيلي وتيقول اودار. يعني ملي تنقول هاد الشيوخ هادو تنقولو طويراتهم وتنقولو ثقافتهم وسميات الطويرات وسميات الخرازات وتاريخهم، يعني دائما هل مراكش كي تيعرف الجميع وكي تنحيي اللي تنحيي هاد الناس اللي تعترفوا بهذا الجميل تيقول لك الناس مراكش عندهم واحد الفضل في طائر الحسن. فهاد الناس هادو تنحييهم من هذا المنبر، علاش؟ لانه كيف تنقولوا الثقافه المراكشيه راه متقه وما تخاف عليها الجيش كي تنقولوا. كذلك في تنسيف تنزيل سيدي عبد اللطيف مول الخيط الله يذكره بخير ويعطيه صحته حتى هو، وتمشيو نعم سيدي سيدي ابراهيم التاجر الله يرحمه، وتمشيو السي محمد عجزه كان حتى هو تبارك الله اللي كان عزيز عليه دكتور وعزيز عليه جميع الطويرات تاع عجزه كان، وتنجيو الطوير مولاي ربي الطويرات تاعو اللي دازو في البلاد الله يرحمه واحد الجدر وجدر من الجدوره محمد شليحه ندعيو معاه بالاخوان ندعيو معاه بالرحمه والمغفره الله يرحمه ويسع عليه، كان صاحب الاب تاعي صاحب مولاي العربي ودوز الصوله في البلاد وصيد وقعد مع البلاد اللي مات الله يرحمه ويجعلو مع الجنه. أرانا دابا الاخوان غادي ندوزو الودانية غادي ندوزو هاد التصويرة ديالها غيدوز الودانية. مرحبا، هذا هو أخوكم تبارك الله داو مع قوت في ولادو شي مسيرة موفقة في هذا المجال، رفقة الأخ خالد سليم، وهنا في الخلف راه معروف الإخوان رشيد بوتيجور من المؤسسين ديال الجمعية البيضاوية رئيس الجامعة المغربية لعلم الطيور سي رضوان السي خشافي جدر ديالنا تحياتي لك خويا. الإخوان الودانية الودانية والبريم اللي ربما تيهضر عليه الإخوان قال لك بأنه بيعرفوا علاش 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 يتقال الودانية وعلاش يتقال تشيوا وعلاش تتقال ما معنى تشيوا واش عندها علاقة بالودانية ولا الخلوية ولا وباجباطي تاع هي اللي هي باتي واش الودانية. الإخوان باش غادي نحطوا النقط على الحروف دابا البريم تنهضر أنا أعجب لها ما قلت أنا ملي كنا ديك الساعة كان واحد الرئيس تاعنا السي محمد الرسول الله عبد الحق الله يرحمه الله يرحمه ويسع عليه سيدي نجيب
الرئيس تاعنا وكنت عاود بلا ما قلت انا والسي نجيب العمري ديك الساعه وين قعدتو. تحياتي السي نجيب العمري الحكم الكبير ديالنا. يو باش دير طائر الخلويه وين داروا قالوا الودانيه شو دابا الغار المبتغى باش يديروا الخلويه داروا الودانيه هو غلط ترتكب هنا هنا فين 12 تاع الودانيه لانه عرفت الودانيه ما كانوا تيقولها على الناس كازا ولا حتى شي واحد ما كان تيقول الودانيه طير تيتسمى خلوي هذا الخلوي هو اللي كان تتداول من الثلاثينات من العشرينات ملي بدا طائر الحسون تيتكسب في مدينه مراكش ولا في المغرب كله فهو كان تيتسمى طائر خلوي بزاف الاخوان دابا سبحان الله العظيم ولاو تيقولوا الودانيه هي راه دابا ما كانش تتقال الودانيه ما عمرها كانت تتقال ولكن ملي دات في الباريم الودانيه ولاو تيقولوا الودانيه لا لا حافظه في الواد لا تفصل في الواد لا يا يعني عندك تقلي في الوادي ديك الواد اخويا هذا من باب البسط. تحياتي سي خالد. الاشاره فقط بنت المصطلح ديال الودانيه ماشي تدار في الباريم عاد عدلوا الناس يقولوا الودانيه وهذا كيبقى غير مجرد واحد الراي ديالي بالنسبه للودانيه مصطلح الودانيه كان خرج من كازا اللي عارف انا انه كان خرج من كازا كان كلشي تيقول الخلويه كما قلتي كان كلشي تيقول الخلويه غير واحد الوقيته بداو الطويرات كيقلوا خصوصا ديال مراكش وهنا في كازا كانوا واحد الفئه كيعجبهم الطويرات ديال مراكش وخصوصا واحد الوكار تيقول ليه ويدان فهمتيني كانوا الصياده اللي كيمشيو للصيد تما وكيجيبوا الصيد باش يبيع هذاك الطير ديالو تيقول هاد الطير راه ديال الويدان هاد الطير الويداني ديال الويدان الناس كيمشيو ياخذوه بقات فهمتيني فين ما كيبغي يبيع شي واحد شي طوير تيقول راه الطير ويداني هاد الطير ديال الويدان ماشي انه حافظ في الواد ولا سارح في الواد ولا فهمتي عايش في شي واد غير تيقولوا طير وداني حن ديال الويدان الناس كامله كانت كتقلب على الطويرات ديال الويدان فهمتي داك المرقد ديال الويدان صافي ولا اللي باغي يبيع شي طير تقول له الطيره ديال الويدان الطيره ديال الويدان هاد الطير وداني 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 باش يبيعوا الطويرات ديالهم بقى داك المصطلح ديال وداني لاصق من بعد بيبداو كيداروا الكونكورات هي فاش غيتحط طير ويداني ولا الناس عارفين كامل ولا واحد مصطلح كيدور هذاك ديال ويداني الناس فهمتي تنسات الاصل ديالها وبداو تيقولوا طير ويداني هو تغريد واحد النوع ديال تغريد ويداني وراه كان غير مرقد سميتو الويدان وكان اللي بغى يبيع شي طير تيقول الطير ديال الويدان الطير ديال الويدان ديال الويدان هذا راه ويداني فهمتيني بحال طير مثلا ديال توغزا كيبقاو طيرات ديال مرقد توغزا فهمتي من قلت توغزات تكولي الطير توغزاوي الطير ديال أكداد تكولي الطير أكدالي فهمتيني الطير ديال الغابة تقول طير غاباوي الطير ديال الويدان تقول ويداني بقى مصطلح ديه الناس عرفاتو الجيل اللي طالع من وراه وبقى كيسمع طير ويداني ويداني صافي مشات ويداني المهم تحياتي لك وكنشكرك. الودانية الإخوان لا علاقة لها بطائر الحسون الودانيه مثلا ما كايناش الودانيه الودانيه هي دارت ما كانش عليها تدار كان على الباريم تكون فيه الباريم الخلويه ما كانش الودانيه الدار الباريم تدار فيه الخلويه لانه طائر تيتسمى طائر خلوي دابا نهضروا حنا على الخلويه عاد بنا نهضروا على الملقنه هنا خويا خالد بالنسبه هنا خويا خالد بالنسبه للودانية كان الناس خاصها تفقه تغاريد الخلويه فهمتي وتعرف فهمتي قبل ما يكون لي كونكور الباريم وبزاف ديال الحوايج تعرف لان راه الوداني راه ماشي هو خلوي فهمتي والطير ملقن راه ماشي وداني راه كيبقى ملقن خلوي على واحد الطير خلوي ملقن من واحد الطير خلوي فهمتي ديك الساعه كانت غد الناس غتعرف دابا المشكل فين كاين هو المصطلح ديال الوداني ولا شائع فهمتيني وليت اللي كدوي معاه تيقول لك وداني
بيتي كدوب معاه وداني. والمشكل الكبير شنو هو؟ حتى في التجاره في التجار اللي كيبغي يبيع شي طير دابا مشكل فين كاين؟ اللي كيبغي يبيع شي طير تيكون كيحفظ فيه الكوبيه فهمتيني، واللي كيخرج ليه ريفولي ولا زباله تيقول لك طير وداني، تيقول حتى كيدوي بالخلويه كيقول لك طير وداني. والمشكل فين كاين عاوتاني؟ ان الطويرات السيبريين كلهم كيتنسبوا للودانيه فهمتيني، كيتنسبوا واحد الطير اللي هو وداني اللي مشهور، واحد وكر اللي هو معروف. المهم اللي باغي يبيع شي طير تيقول لك هذا الطير راه وداني فهمتيني، ما كيقولش جاب كلام باه ولا جاب ولا ريفولي. لحقاش عندنا واحد المصطلح واحد اخر اللي هو ريفولي، ريفولي هو كان تيحفظ ما حفظش فهمتيني، جا فهمتيني ما جاب لا من الشريط ما جاب كلام بواه فهمتيني، هذاك ريفولي فهمتيني. ولاو الروافل دابا كيتباعوا على اساس انهم ودانيين، وبزاف ديال التجار تيقولوا طير وداني. هذا هو المشكل. حتى ولا واحد اجانب واحد ناشط واحد فيديو دي واحد السيد جا من سوريا بقى كيسمع وداني كيسحب وداني سافر، هو داك السيبري اللي كيسمع التجار في السوق تيقول لي راه هذاك عندنا حنا ما كنربيهوش فهمتيني. هذا هو المشكل فين كاين، خاصة الناس يعرفوا ان راه التغريد ديال واحد الخلوي اللي هو فهمتيني كنلقنوا به راه محيدي منه اخطاء، محيدي منه بزاف ديال العيب، وخاص بزاف تاع الناس يعرفوا، خاص بزاف ما يتعرف، خاص بزاف ما يتعرف. هادشي علاش كنطالبوا من الناس اللي عندهم ما يتقال يعطيونا فيديوهات بحال هكا، يحضروا معنا في ندوات، نحاولوا حنا كاع فهمتيني كجمعيه فهمتيني نديروا واحد الناس اللي بغانا مرحبا به، نديروا واحد الندوه ويجيو الناس اللي هما كفء فهمتيني، اللي هما اللي غيعرفوا يوصلوا واحد الميساج، اللي غيعطيو الكلمه ديالهم فهمتي، باش تضيع هاد الثقافه هادي، باش تنتشر الثقافه، باش الناس يصحوا الاخطاء اللي عندهم. انا متفق معك اخويا انه وداني ماشي هو الخلوي فهمتيني، وخاص يتصحح هاد المشكل فهمتيني. وهاد المشكل كيبان لي انه غيتصحح تدريجيا شوي بشوي غيتصحح، غير خاص الناس ما يبقاوش اي طير ينسبوه اللي راه هذا وداني. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل عندي انا، ان اي طير ريفولي ولا زباله فهمتي اسمحوا لي على المصطلح، كاين طويرات لا علاقه ما فهادي ما كتكسبوش، خاصهم يتعطاو فابور ولا يطلقوا في الطبيعه، ما عندنا ما نديروا بهم، كيتباعوا في السوق على اساس انهم ودانيين. وتحياتي لك. مول القناة من الاشرطه من الكوبيه، ملي تنقولوا الكوبيه كلشي تيمشي لمالاكا الاسبانيه سبتة، تنهضروا على التطويرات هادي تنقولوا الكوبيه، لا تيقول الكوبيه كاسيطة الكوبيه، ثم هي كوبيه تتسمى ملقن بالشارط. ولكن كاينين بزاف الاخوان، المهم المفاهيم تتغير، نقولوا من بين يمكن الناس نحكموا على جميع المدن، ولكن تيبقاو ثقافات هذوك كلها تيتحطم على ثقافتهم. الودانيه ما كايناش الاخوان، قلتها مرارا واستكرارا، قلتها في عمر هادي خلوي طائر تيجي من الخلا، علاش يتسمى خلوي؟ جيتي يقول الخلويه، اشنو هي الخلويه؟ الخلويه هي دوك الطويرات اللي في الخلا، حافظ على الطويرات اللي في الخلا، هو حافظ على با باش ثاني الاخوان ما يقول لك على هو تيقول واش بيحفظ على با ولا لا، هو تيحفظ با، ولكن تنهضر حنا والاصل با، يلا تنقولوا حنا يلا بدا مقن في الارض من خلق الله تعالى، لانه ملي تنقبضوا طائر الحس ملي تنكتبوا الاخوان باقي صغير راه هو تيكون تيقول لي شتي بابا، وانا ثاني قلتها مرارا واستكرارا، لانه هاد المواضيع ما خصناش نعاودو نرجعو ليهم، لانه شي هذا الانسان خويا تقرا مره وحده يفهم، بحال قلنا التحضيري هادشي، بحال انت تقرا في التحضيري حشومة تعاود تهضر انت في الباك فيه هادشي تاع التحضيري، هادشي طائل الحسون. سي خالد ملي قلتي هادشي ديال التحضيري باقي بزاف تاع الناس، باقي بزاف تاع الناس ما كيفرقوش بين طير كيدوي مزيان واخا خلوي، طير خلوي كيدوي مزيان وطير سيبري
كما كنقولوا حنا المصطلح ديالنا سيبري هو ما تيقولش كلام مفرز، فهمتيني؟ غير كندغ الكلام وغادي حصور ودكزليج وفهمتيني وكي اونسيني، فهمتيني؟ هذا هو السيبري عندنا، فهمتي المصطلح ديال الناس ديال كازا. راه هذا هو المشكل الكبير، الناس باقي ما كيفرقوش بين هاد الجوج، باقي الناس كيعيطوا ليا بزاف تاع الناس. السي خالد تيقول لي خويا راه بغيت ناخذ شي طوير، راك تعرف شي واحد عنده شي طوير باغي يبيعو يكون جدر زوين. كنقول له ودي راه ما كنعرف شي واحد عنده شي جدر زوين، كيدوز واحد يومين ثلاث ايام كيلوح ليا شي طير ما يتكسبش. السي خالد هادشي راه كنقولو راك عندي ميساجات نقد كاع نوريهم ليكم. كيلوح ليا شي طير ما يتكسبش، تيقول لي كي جاك هاد الطير واش نشريه ولا لا؟ وانت في الاول دويتي معايا على طير كتقول لي جدر، باغي جدر مليح، وشويه كتوريني طير سيبري لا علاقه مع داكشي اللي قلتي لي، مع داكشي اللي وريتيني. والله يديم مخلق وصافي. هادشي خاص الناس فهمتيني، على الاقل الناس تخدم غير اشريطه، تخدم غير واحد الاشريطه اللي تصنط لها تصنط لها تعرف الطير اللي مزيان خاصو يتكسب والطير اللي ما خاصوش يتكسب. ملي تيكون فخ تيقول ليه تيبا 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 با با، هي اللي تيقول. ملي تيكبر شويه ما تيحل عيني، ملي تيحل طائر الحسن عيني الاخوان، فاش حل عيني سي لا حل عيني في الرومي تيبدا تيقول بيتر بيتر تي تي، تيقول بحال الرومي. حل عيني في الكاماسو يولي تيقول كك 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 كك، تبتبيت الكاماسو فاش حل عيني. ولكن تيبا تيبا با 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 ديالته في الدم ديالو، هادي ديالو تا. سمعوا الاخوان باش ما باقيش هذا الموضوع نعاودو نهضرو فيه. يعني شتي بابا شتي بابا شتي بابا، تيقول الفرق ما تيكون صغير حتى تيكبر. وقت تلقى شي جزر تيقول شتي بابا تيكون خوه سابقو، وتيكون باقي تيقول شتي بابا، ولا شي عش حداه تيطير بهم باهم وتيحفظوها بيناتهم، تيبان لك الجزر كبر وباقي تيقول شتي بابا. هذا تاني إذا كان تيقول اشتبابات الفرخ، أما كاين اشتبابات اليطرق، كاين اشتبابات الحداد، كاين اشتبابات الحسنية. هادشي تاني إمتى تضعف هادشي هذا؟ متى تكون عندك واحد المستوى عالي في طائل الحسن، عندك واحد اللدن رنانة الله يرحمه ولا العربي قال لك اسمع كي تيقول هاد اشتبابات الحداد، تيقولها رقيقة ومطنطنة الحداد، كأنه تيقول الحداد، تقول اشتبابات الحداد. وكاين ناس تيتي تحدد، وكاين ناس تيتي الحسنيه، وكاين ناس تيتي خادم الجنان، وكاين ناس تيتي الياطروك، وكاين ناس تيتي الجو تيتي تيتي الجوج تي وستيتي الخوي. هادشي غادي يجي غريب على شحال من واحد، ولكن الاخوان من الانسان ملي تيكون عنده واحد التجربه تنقول عاليه ومع هاد الناس هادو تنقول هاد العمالقه هادو اللي تندير معاهم بالمغفره وتعلمنا منهم الله يرحمهم، هما اللي وصلوا هاد المستوى هذا تاع الجوج تي ستيتي، تقول تعال تقول باجباطي وتا خدم الجنان تا ستيتي وتتعدد وتا عليا طرق تتعدد تقول الخرجات ما طاحش عندنا من السماء ولكن تعلمناه. ولكن الانسان ملي تيكون تبارك الله كي تنقول هاد الشباب اللي كاينين دابا شويه الحنه ورطاو تليدين، هي هاد الشباب ما دركوش التطويرات في الخلا، ربما دركوا بعض الاخوان اللي كيفهموا في التطويرات وعاشرهم وتعلموا وراهم في مستوى عالي. وحنا عندنا كي تنقولوا الحظ، حبينا طائر الحسن ولقينا مواليه، حنايا لقينا موالين طائر الحسن وتعلمنا في الطويرات مع مواليهم. تيطحط الطير تيقول الاخر تيقول لك هاد الاخر جا اللي تيقولوا ها اللي تيقولوا اش من طير، وتنعقلوا وتنصنتوا المهم تنصنتوا بعدا حنا تنصنتوا بعدا حنا اللي عندهم تجربه ومعترفين بهم المعلمين وعندهم الطويرات وعندهم طويراتهم وكبرنا وسناهم كنت يكسبوا الطويرات. لا مولاي العربي لا باميلود لا سيمونتي الاستاذ لا سي حمد الفحام لا زيد 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 ولا سيدي محمد الناوي ما تنبغيش نقول الاسماء لان تنسى بعض الاسماء وتيبقى في الناس حتى تقول لك واش على انا ما كنتش ديك الساعه واش انا لا. الانسان اسم على مسمى، تقدر تصيب تقدر تخطا تقدر تذكر السميه تقدر تنسى، ولكن كاينين الناس معلمين تعلمنا عليهم تنحيوهم وتنطحموا عليهم وتنشكروه لأنه طائر الحسن تنفس به
وتنسمع لي خرز قديم ولا شي طوير كان عندك تسمعتيه يحفظو شي دري شي صديق في شي اي مدينه تنهضر في مراكش بالضبط ولكن جميع المدن تيصيفط لك شي واحد تيقول لك اسمع حدا الخريج كيقولوا والله شاهد الا تتسمعي بحالنا ما عطاش تولي ترجع لواحد العالم تولي شاب تيصيفط لك انسان خريج تولي شاب هذا هو الفرق بيننا وبين بعض داك السادة انك السادة اللي تيبيعوا ويشريوا سامحهم الله اللي كانوا في سبب الانقراض حنا تنصنتوا الخرز التعديده ترجعوا للشباب وتنتفكروا الوقر وتنتفكروا الناس اللي عشنا معاهم وهما تيسمعوا الخرز التعديده وتيبان لهم راس الملك تيبان لهم الزرقاء ويجيب لهم الثمن هذا هو الفرق بيننا وبين هاد الناس اللي طفلوا على طائف الحسن وبمعنى الكلمه قدوه. اخويا خالد كنشكرك اخويا على المعلومه. وبالنسبه اخويا للتجار كاين واحد الناس ديال التجار تيكون طير لا باس به ماشي فهمتي ما بيهش وكيريحوا عليه بعض الناس وكينفخوا ليه الحجره كيبقاو كيديروا ليه العماريه كيولي واحد سي اللي هو مبتدئ ولا عنده الفلوس ولا شي حاجه باغي يشري طوير تولي كيسمع داك الطوير على اساس انه راه هو كلشي صافي كيمشي كيخلصو مشي تامن اللي هو خيالي ماشي مولوع بعد هذاك اللي كيبيع الطير هو داك اللي شاري تا هو خاصو يتعلم ولا خاصو يتشاور خاصو يسول ماشي تيشري عادي يقلب على من يبيعه ويشري ب 8000 درهم ولا 7000 درهم ويبيعه ب 700 درهم ولا 800 درهم كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا الله يهدي مخلقي. ندخل للبيع والشراء ودخلت بزنس هو يمشي مسكين. وبالنسبه للتجاره اللي قادتها السي خالد ماشي ديال الطير ولا جوج فهمتيني اللي غيبيع واحد السيد كاين موضوع كبير كاين غنديروا ليه شي حلقه بوحدو ان شاء الله. الله يهديكم التجار والتجار والتجار صحاب راكم عارفيني تحياتي لكم والله يهديكم. استودعناه في يد الله الذي لا تضيع ودائعه فالحمد لله الذي عافانا والحمد لله تفرزنا ودوزنا الطويرات وتنتأسوا على هذا الشباب اللي تيحبوا طائل الحسون اللي تيحبوه والحب تاعهم ليه لا تعطي النتيجة كي تنقولهم على رؤوس الأصابع واللي تيبيع وتيشري راه سامحها الله فطائل الحسون كي تنقولوا تيجلب الناس الطويرات اللي دوزنا تيقعد عندك طوير عمر حتى تيموت خلال هذا البيع والشراء تسمع وباع المهم اش بغينا نقولوا غادي نقولوا الله يكون في العوان والله يهدي ما خلق وتحيه للاخوان جميعا وديما تنقول للاخوان خذ لاخيك عذرا لانه دوره في العمل واش نطلق ديال ما تخلي الناس نحاول ما تخلي الناس نتناقش ولكن ملي تكون الوقت حنا تندخلوا تنجاوبوا على جميع الاسئله جميع الاسئله تنجمعوها حتى تنجاوبوا عليها جميعا وتنتمنى من الاخوان يكونوا بخير وعلى خير ويسمح لنا راهي الوقت اما الحمد لله حنا طرب اللي تعطي مجد للاخوان بس الاخوان ما يقولوش بانه ما تنبغيش نتناقش معاهم ولكن ظروف العمل وحنا راه الطرب اللي تعطي مجد الكساده اللي في بقاع العالم وحنا تنتعلموا منهم والانسان في الدنيا تيتعلم فانا راني تنتعلم وما تنقولش راني معلم ولا راني مبسط ولكن لا دائما تنحاول التقط المعلومات لانه الطائل الحسن وجميع الهوايات تيقولوا هي المصدقات ماشي المنسبقات ربما يجي واحد الشاب بحال الشباب اللي تتعرفوا على الساحه ما بغيتش نقول الاسماء ولكن الاسماء راه ذكر راسها ودخل للتاريخ تبع لميتاعتها وبطويرتها فتنحيي هاد الشباب اللي تنستفد منهم أبا أبينا أم كارهنا فتنحييهم هذا المنبر جميعا وتنقول بعد الكسابة الله يهديهم
اللي تيهاجموا بعض الشباب، اللي ربما تتهاجم واحد الشاب اللي كي تنقولوا يلا تعلم التطويرات وحبهم، ولكن راه خصك تعرف بانه هذاك الشاب راه بدا دوك التطويرات في هذاك السير اللي انت ما بديتيش فيه، انت كبر منه وكسبتي الطيور، ولكن هو راه بدا صغر منك، تولي هو عنده الاسبقيه حيت بدا صغر منك بغي يفهم اكثر منك. انه شي تنشوفوا في التواصل الاجتماعي وفي المجموعات الله يهدي بعد الناس، وهذاك الشاب تتلقاه سبحان الله العظيم عنده شي طير تعرفوا به العالم، وراه معروف ان الدري على رؤوس الاصابع، وتتلقاه الى تكلم والله الكبير الشهيد اللي لا تيشوك لك تبارك الله. داك الشيء اللي حافظ، لانه تيقولوا شويه الحنه وشويه طفطوط اليدين، وتتلقى واحد سابق وقديم وكبير كبير والله سبحانه وتعالى، وتيقول لي على قداش هذاك، والله الكبير السعيد ديال الميموار اللي عند هذاك اللي قلت لي قداش يا ما عندك فيها جرام، عطاه الله الذكاء وعطاه الله سخر لي الله، وتيكون تاني تزين وقلبو زين. ورا تعرفوا الاخوان بزاف الشباب عندهم تطويرات في مستوى، وبزاف ديك السابه عند راسهم هما تيقولوا معلمين ودوزوا وما عمرهم دوزوا حتى تثبيته، وإلا يتحرك بالحوت والله ما تعرفوا شي حد. وتتلقى شاب يلا كسب التطويرات ومستوى عالي ودوز تطويرات تيتنطنوا في البلاد، والصيت تاعو خرج الديار المغربيه الكره الارضيه تتعرفوا. فتحية لهم ماض مربط. غادي نرجعوا للثقافة المراكشية الإخوان، بس دائما ما نحاولوش نخرجوا على النص وما نحاولوش نهضروا شي ثقافة اللي ما عشناهاش، ربما كل واحد يعود على الثقافة مدينته. الثقافة المراكشية، نرجعوا للموضوع اللي لقيت الإخوان تيتناقشوا فيه وطرحوا بعض الأسئلة، وهو موضوع تشيوا وموضوع باجباتي وموضوع الباريم وموضوع السعاده تيقول الاخوان. دابا الاخوان كاينين هما ثقافات كاينين، كاين الثقافه المراكشيه وتنحترموا الثقافات. الثقافه المراكشيه هي باجباتيات تشاهات، ما تنقولوش تشيوا، ملي تنقولوا الاخوان تشيوا باش تحاولوا انه طائل الحسن قواعد، طائل الحسن المراكشي بخصوص قواعد. ملي تنقولوا تشيوا تنولي تنهضروا على الكوبيه، هما اللي تيقولوا تشيوات، ولكن طائل الحسن الخلوي دائما انا عارف متى نقول الويداني، لانه ما الويداني امتى تنقول الويداني؟ تنقول الويداني هو تنقولوا من جهه هذا الخلوي هذا تنقول لك ويداني، هذا ويداني. ما معنى ويداني؟ زعما ديك البريصه تنقول لها هذاك الجر تنقول ليه الويدان، حيت في الويدان بزاف تنقول ليه الويدان. ها هنا تنقول لك هذا الخلوي، سمع هذا الخلوي ويداني، هذا الخلوي ويداني، ديما تنسبق لك خلوي. ما معنى خلوي؟ هو جاي من الخلا، ولكن اسم المرقد الى خلا ويداني، من الويدان. ثم ديك الطريقه يقول لي على الويدان، تتسول شي واحد فين غادي الويدان، فين ساكن في الويدان، بس نحطوا النقط على الحروف. تنعاود نقبض شي طوير منين؟ باب الدباغ. خلوي منين قبض باب الدباغ؟ تا هو نقول له ويداني، يا باب الدباغ ما فيها لا ويدان، ما كاين لا ويدان، تنقول له هو تيقول الحسنيه وتيقول الحداد، تيقول فين هو الويدان في باب الدباغ؟ التنسيفت ياك تنسي واد تنسيفت، سمع واد تنسيفت، تنقول لي هذا الخلوي ويداني، منا تنقول لي خلوي من تنسيفت ولد تنسيفت، منا تنقول لي خلوي ولد الشبلارز. كلمه ويداني ما عندهاش علاقه، ويداني هي بلاصه ديال الخلويه، كان عليهم يديروا الخلويه. كل ما عمر هذه كلمه ويداني تسمع الاخوان، انا على يقين انه ما كانش الويداني كاع كانت تتقال، وسامي هاد الاسماء ما كانوش يتداونوا، هادشي كانوا تيتقالوا في مراكش غير كازا. راه كان ديك الساعه علاش يقولوا تشيوات؟ لانه الناس كازا كانوا تيعتمدوا على الكوبيه، عندهم واحد التاريخ في الكوبيه، هادشي لا تيتخافوا عليه اثنين. كانوا فيهم ناس تيعشقوا الخلويه، سمعي الخلويه ماشي الودانيه، كانوا فيهم ناس تيعشقوا الخلويه وكانوا الناس الكوبيه، وهادشي راه شفتوه في مجموعات ملي تيكونوا تيهضروا على الكوبيات، ملي كانوا بزاف
كي تنقولوا كان هاد الناس هادو كانوا تيدافعوا على الكوبيه وهادو ما بغاوش الخلويه وهادو تيدافعوا على الخلويه انت نوضوا لهم ناس الكوبيه هادي تبين لكم بانه كانت واحد الثقافه في مدينه الطلبيه فيها الكوبيه. عاد جاوا الاخوه اللي تيعتقوا الخلويه اللي دابا تيقولوا لها الودانيه، هما الودانيه لا اصل لها من الاعراب تيعتقوا الخلويه. والله الاصدقاء تاعنا تحيه لهم ما ضمن البر، تحيه للناس الطلبيه ما ضمن البر اللي تيحفظوا اللي تيهضروا بالقواعد طائل الحسن المراكشيه تيهضروا بخرط بركادي صح سيراو تيهضروا فتحيه لهم ما ضمن البر. لو ممكن ليك تحفظ واحد الطير تيقول تيقول سبرينس بريو وتيقول تستيولي ولي وتيقول وتقول هذا تيقول الخلا ما يمكنش. فهما يحتفظوا على الثقافه كيسمعوها فتحيه لهم هذا المنبر وراهم على رؤوس اصابع. كذلك للناس في السويس تيحبوا الثقافه تحيه لهم، وكذلك هادو تنهضروا على الناس اللي تيحبوا طائل الحسن. اما الناس في الدار البيضاء شي راه تيعرفوا الاخوان، كاين الاخوان عندهم أصدقاء تاعنا تحية اليوم هذا المنبر وكانوا الكوبية. الكوبية كان عندها تاريخ، لهذا بداو تيقولوا التشيوا. ما سمعت شي واحد في الإخوان قال لي يا خالد التشيوا، واحد سمع شي واحد تيقول التشيوا ما عرفت في الطل في واخيرا مدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء فيها كي تنقولوا فيها ناس من المينو كي تنقولوا من الناس اللي الكسابة، تنقولوا الكسابة البلاد، البلاد هي المغرب. الطالب يدافع عن الناس اللي تتنفس تاهي بطائل الحسن فتنحيهم هذا المنبر. هي باش تعرف الا قلتي تيقولوا التشيوا وهما تيقولوا التشيوا حيت هما باقي عندهم واحد التاريخ الكوبيه. هي باش نحطوا النقاط على الحروف. اذا حنا تنقولوا باجباطي تنقولوا الباتيات حيت عندنا تاريخ باجباطيات وهما عندهم تاريخ التشيوا، ولكن التشيوا الناس هما اللي قدوا. ملي تنقولوا التشيوا تنقولوا مالاكا وتنقولوا سبتا وتنقولوا فالناس الطلبيضه الناس اللي كنقولوا الشيوخ تاعهم اللي كانوا تيتنافسوا مع هاد الناس وكانوا تيديروا الكوبيه وفيهم اصدقاء اصحابنا تيديروا الكوبيه. ولكن ملي تنقولوا الخلوي ما تنقولوش تشيوا تنقولوا تشاه. كاين اللي تيقول تزيو، هي تزيو تتسمع لك تزيو جا 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 تزيو نقول، ولكن لا ملي تبغي تنطقها بالنطق القاعده الخلويه تتقول تشاه. واحد الاخ قال لي بانه تيقول الناس تمرقش قال لك تيقولوا لي الباتيات واش ما تيكتبوش تشاهات. علاش يا خوان؟ راه الطائر ما تيكمل الكمال لله. دابا علاش ما تيديروش هذا التلقين ما تيديروش تشاهات؟ حيت دابا تيخافوا الطير اللي يقول تشاه تشاه. حيت المياس تيقولوا تدير لهم شي تشاه وحده وتيقولوا في دمهم كي تنقولوا في دمهم تيتنيو مع مرومين حيت تمهم رومين داك الشيء باش تيحيدوا التشاه. حيت كاين تيجي شي مياس تيقول جا 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 تشاه 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 بحال هكا الا عطيتي وحده تيدوبلها. داك الشيء باش قالوا راه نحيدوا حتى المقلي حيت شي مقالة نحفظوه بالدراري. ليبوك تنقول لك باقي ما كاينش هذا الشيء تاع اليوتيوب وباقي كل واحد تيكتب الطويله تاعو باقي الناس ما تتعرفش القواعد. نو اعوذ بالله ما قلت انا في الثمانينات مشيت لكازا لاس فيه ومشيت ما خليت فيه مشيت وعرفت الثقافات وقعدت مع المعلمين وتنعرف كل واحد اش يقول. باقي ما كاينش هاد الثقافات حفظوا طويرات وتيقولوا التشات وحنا نحيدوهم. اعوذ بالله منين ما قلت انا حيدنا التشات. ولكن ملي تنقولوا بعض تيقولوا التشات فهذوك الطويرات تيقولوا والديهم وتيقولوا الشارط. وربما راه معروف في بلاده على راسهم تير المقدم انس الغاني للتعريف. تحيه للمقدم انس هذا الاخ والصديق اللي نوع من كي نقولوا من شيوخ البلاد اللي تيعترفوا بهاد الناس هذا مولاي العربي. سميش الناس المعلمه في البلاد تتعترف بالمقدم انس انه كساب. ما معنى كساب؟ وتتلقى عند الطير تيعمر وتتفرج به. والدليل على هذا هو الطير الاخر عندي اللي تبارك الله قعد 12 عام هو دابا تيعرفوا كبير وصغير تيشربوا تيرضعوا في القماط تيقدم انس هذا اللي تيقول تشات. نقول لهم حنا تشات ماشي تشيوات تيصلحوهم بالبوح بالسمار صب العصافر. فتحيه للمقدم انس لانه قدم واحد الخدمه للبلاد للبلاد والمدن المغربيه والخارج المغرب بالاشرطه. وكيف تنقولوا الطويرات الخليه هو اللي داز عنده
الخلاوه ولا ولاد الدغزه ولا ولاد الغابه ولا ولاد الكحلي فتيعمروا تيقعدوا 12 عام 14 عام 15 عام فهذا وين تتسمع عليه الاسم الكساب وطويل الاخراني راه تعطيه فيه اللي غني ما باعوش حتى مات فسيتي تحسب ليه وتحيه لي معظم الله وعاد كاينين الاصدقاء تاعنا حتى هما في مستوى عالي ولكن كي تنقولوا كاين اللي تيكون عنده واحد حصه الاسد تبارك الله فتحيه المقدم انس وتحيه زميل الاخوه نرجعوا لها مسيدي للتيوات احنا يا اخوان في مدينه مراكش والخلويه الخلويه متى تطير الخلويه نقول لي ولد الجنان الكبير تيباك تيباي باني 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 زكني هرباتي را 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 كاين كر العصفور را 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 تتشبه ليها ولكن را را تيقولها البوح تشاح يباني باني بان كتيبا 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 يباني بانكس برانكس بران جا 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 تشاح بوحية بتشاح جا 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 تشاح تنقولو تشاح وباقيش الإخوان تقولو تشيوا تشيوا تقولوها الناس الكوبية دائما ميتا تهضرو على الخلوية تنحاول نقول لكم الخلوية ماشي الودانية الودانية لا دخل لها في الموضوع تنقولو الودانية ولا تنقعدو شي مركز شي بلاصة تنقولو لها الودان تتمشي لها تلقاها شي مرة تقول لها فين غادي تقول لك واش غادي غادي الودان تسمع الودان ولكن حنا لا تنصيدوه في الودان على بالنا نجيبوه من أقدار من باب الدباغ من هنا من هنا نقولو الودان باب الدباغ فيها شي ودان أقدار فيه شي ودان ولكن لا تسمى خلوي بس تحطوا النقاط على الحروف القواعد هادو نحاولوا نوصلوهم كيف تعلمنا عليهم وكبرنا في هذا الكلام وهذا القواعد نحاولوا نوصلوا للاخوه لانه انتم تبارك الله وما حاملين لمشعل تبارك الله عليكم انتم حاملين لمشعل يعني خصكم تهزوا القواعد كيف هي وكيف قلت لكم هذا عبد الرب الطائف راه ملي الله يرحمنا العربي افتقدناه وافتقدنا بزاف ديك السابه باميلو الناس اللي عشنا معهم وتعلمنا منهم ربما ما بقيش الصراحه في الله بقاو عندي الطويرات ولكن ما بقاتش عندي ديك المتعه كيف كنت نتفرج مع هذوك الناس بالطويرات ما بقاتش هذيك المتعه هذيك المتعه مشات ولكن ملي بديت نسمع بزاف الناس ولاو في التواصل الاجتماعي ولاو كي تنقولوا ينحرفوا هذا هاد الإيرت هاد الثقافة المراكشية المغربية الأصيلة هاد الثقافة كي تنقولوا إذا نسب الشيء لغيره لينتظر الساعة فبداو الإخوان الأصدقاء المقربين لينا وحبابنا وصحابنا يشاركوا معايا بعد الشروح وبعد هاد الشيء هو اللي خلاني ندخل ونهضر في المواقع التواصل الاجتماعي وفي المجموعات هما الحمد لله حنا غانين على المجموعات وماشي ماشي كاع في هذه الكلمه هذه ولكن بركه عندنا تفرجنا في واحد الوقت اللي قلت لك كانوا الطيور وكانوا ماليهم اللي اعوذ بالله من قلت هذا الجيل ديالنا حنا هما اللي قبضنا عليهم هذا عبد الرب الضعيف اللي تيهضر معكم والمقدم انس والسعيد بيعبي والسباعي بزاف الاسماء الدراري قبضنا عليهم يعني خصنا حنا نحتفظوا بهذه الثقافات نو السعيد ملي تيسمع هذا الكلام تيجي حتى هو براني ما عمرو سمعو هذا الكلام اللي خلاني انا ندخل نتناقش ولا مقدم اناس ولا سعد الطيف ولا بزاف الاخوان اللي تيغيبوا ما تنبغيش ندخل الاسماء اللي نو كي تنقول نسابع هذه الاسماء تاع الدراري اللي كتبوا معنا الطويرات وتفرجوا معنا وها فتحيه اليوم هذا نضرب السعد الصمد تحيه السعد الصمد الناس تاع الرحبه الاخ الصديق اللي دوز طوا الطويرات ولاد الدغزة ولاد العشرة ولاد الكحيلي فتحية الحاج الجاي كي تنقول بغيت نقول الأسماء أسماء رنانة تحية الحاج الجمال وتحية ربنا ولكن ربنا بخطاط اللي عندو وليدات باب الدباغ تحية لي مرض المنبر تنحيو تا هو من الناس اللي دوزة الطويرات والدليل على هذا باقي يومنا هذا فتحية اليوم جميعا وتنكن اليوم الاحترام مرض المنبر إنهم حبابنا ومعامل كبرنا وتحية لكم أنتم الإخوان الشباب اللي تبارك الله عليه في مستوى عالي وتنحبكم لله تعالى فهذا هو شرادو نطلب من الله تكون محبة متبادلة
لا انتما ولا جميع الاخوه التي حبوك كي تطعن الحسون في بقاع الارض، فتحيه لكم جميعا. موضوع التشيوى ربما المهم. السلام عليكم الخوت، انا اكتشفت ان الميكرو طفالية وما رديش البال بقيت داوي، داكشي علاش تالاخر عاد عرفت بلي راه الميكرو طافي، ما عرفش اين القطة طفا فيها. المهم تحياتي ليكم كاملين، الفيديو كامل راه غتلقاوه في الوصف، وغتلقاو القناة ديال الاخ حسن مخنطر. كنتمنى كلشي يدخل عنده، كلشي يتابون معاه ويشجعوه باش يزيدوا يحطوا لنا فيديوهات اخرين اللي في المستوى. تحياتي ليكم، ونتلاقاو في شي فيديو ان شاء الله. تبارك الله عليكم.